لحول، وش السالفة اللي طلعت لنا اليوم بعد؟ شغلتها السيد، لازم نسأل فيها السيد. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم إن شاء الله. سيدنا حبيبي، أنا اليوم تعبان شوي. الله يبارك الصحة والعافية. وخلوا علي سيلان يفطر ما يفطر. هذه مسألة خلافية. السيد الخامنئي عند الأحوط وجوبا، السيلان مفطر. السيد السيستاني عنده لا، ما يضر بصحة الصيام. أحسن سيدنا، نسألكم الدعاء. وأنتم مسؤولون. حياكم.